يا صباح النصر وصباح الخير وصباح الرزق وصباح الاحتفالات الحلوه جدا زي النهارده ان شاء الله على كل الناس اللي معانا واللي بتتابعنا 10 الصبح في الاهلي. انا نهاوند سري وبعتذر لحضراتكم برضو على يعني وجود كريم كوجك معانا زميل عزيز جدا، معلش هو عنده ظروف صحيه وغالبا لغايه نهايه الاسبوع مش هيكون معانا، ينضم ان شاء الله مره ثانيه من يوم الاحد الجاي. خليني بقى اقول لحضراتكم كده في البدايه وننوه عن فقراتنا، معانا فقره حلوه جدا مع ابطال النادي الاهلي في الكاراتيه، ولسه كان في بطولة يعني من كام يوم وفزنا فيها الحمد لله، فعايزين نتكلم بقى في تفاصيلها وغيره. والفقرة الثانية هيكون معانا كابتن صديق الجمال نجم الأهلي السابق وملفات كتيرة جدا عايزين نناقشه فيها. قبل أي شيء خلينا بقى نتكلم شوية كده ونفرح حقيقي، لأن من حقنا نفرح، احنا كنا عمالين نحقق إنجازات كتيرة قوي على الأرض ولكن ما عندناش كان وقت نفرح. خلينا نقول لحضراتكم إن احنا بالأرقام الأهلي اللي دايما بيكون حاضر بالإنجازات بتاعته القياسية، وخاصة كمان لما نيجي نتكلم مع تلاحم موسمين بطولة دوري أبطال إفريقيا، وده كان طبعا بسبب يعني الكارثة العالمية اللي هي كورونا، لكن الحمد لله الأهلي كان بطل لموسمين زي ما احنا عارفين النجمة التاسعة والعشرة. ده بنتكلم في قد إيه يا جماعة؟ بنتكلم في 8 شهور مش بنتكلم في سنين، 8 شهور وإنجازات كتيرة جدا للنادي الأهلي بتحقق على الأرض. مجلس الإدارة بقى برئاسة كابتن محمود الخطيب قرر إن هو يحتفل النهاردة بإذن الله احتفال هيكون كبير جدا والتتويج بالنجمة الإفريقية العشرة، وهيكون تحديدا في ملعب التتش طبعا بحضور رموز كبيره وكتيره من الرياضيين والاعلاميين ورجال الاعمال، لفيف من الشخصيات كمان المرموقه، وفي لفته اكيد راقيه جدا كعاده النادي الاهلي هيتم تكريم كابتن محرم الراغب عضو مجلس الاداره والمدير التنفيذي الاسبق، ايضا المهندس عدلي القيعي عضو مجلس الاداره ومستشار التسويق والتعاقدات الاسبق. وعلى هامش كمان الاحتفاليه خليني اقول لحضراتكم تم اتخاذ الاجراءات الخاصه بتطوير شعار النادي وتسجيله بالشكل الجديد، حاجه جميله جدا. والنهارده لازم كلنا كاهلاويه حقيقي نبقى فرحانين، والدعوه موجوده وناس كتير جدا هتحضر يعني من جماهير النادي الاهلي. خلينا بس نرجع كده مع كمان المشاهدين ونبتدي نفتكر المشوار، مشوار النجمه العشره للاهلي، وقبل اكيد الوصول للنهائي امام كايزر تشيفز والفوز عليه كان بثلاثيه متقنه حقيقي في المباراه اللي اقيمت زي ما احنا عارفين في المغرب. ونفتكر برده مع بعض المشوار اللي كان من البدايه، بدايه الفوز على صنديب بطل النايجر ودور ال 32 ذهابا وايابا، بعد كده الصعود لتاني مجموعته واللي ضمت سيمبا وفيتا كلاب والمريخ، بعد ما جمعنا 11 نقطة من 3 انتصارات على المريخ وفيتا كلاب كان 3-0. على سيمبا التنزاني كمان بهدف كان وقتها دون رد، وتعادلين كان مع وقتها فيتا والمريخ. في دور ربع النهائي كانت أقوى بقى المواجهات في بطولة، لما جه وواجهنا أو واجه الأهلي سان داونز وحقق الفوز كان بهدفين دون رد، ده في القاهرة. وبعد كده التعادل الإيجابي في بريتوريا بهدف لكل فريق، وبعد كده كانت مباراة رد الاعتبار زي ما بيتقال أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي، وبعد كده خطف بقى الفوز من رادس كالعادة بهدف كان نظيف في الذهاب، وفي العودة في القاهرة فزنا بثلاثية، وأخيرا كان زي ما بيتقال كده مسك الختام بقى على أرض الشقيقة المغرب بالفوز اللي كان عريض جدا على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد. فده التاريخ بتاعنا، هي دي او ده المشوار زي ما بيتقال عليه، ده المجهود، ده السعي، دي الحاجات اللي تمت على الارض اللي حضرناها وكنا مبسوطين وكنا على اعصابنا، ولكن الاهلي في الاخر فرحنا. النجمه الافريقيه العاشره زي ما بيتقال كمان ابعدت الاهلي عن اقرب منافسيه في افريقيا بفارق كان وقتها شاسع جدا، هم اكيد زي ما احنا عارفين الزمالك ومازيمبي الكونغولي اصحاب الخمسه بطولات فقط. اصبح كده بنتكلم يمتلك فرصة يعني للظهور بقى للمرة السابعة في المحفل الدولي الكبير وهو مونديال الأندية بإذن الله. النجمة العاشرة كمان لو هنتكلم بقى مش يعني مش احتفاظ فكرة باللقب القاري فقط، لا، لكن هي رفعت الرصيد من 23 بطولة قارية عشان نقدر نقول ان الفارق هنا تقلص مع ريال مدريد الاكثر تتويجا زي ما احنا عارفين في العالم بالبطولات القارية برصيد 26، فاحنا بنتكلم 23 و26. طيب على كل حال بإذن الله زي ما احنا عارفين وزي ما احنا بنتمنى الأهلي مكمل في طريقه للعودة لصدارة أندية العالم في البطولات القارية بإذن الله من جديد.
خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم اكيد. بس قبل ما ننتقل لاخبار الفريق الاول خلينا ننوه ان احنا طبعا هيكون يعني الحدث مباشر وهيتم تغطيته يعني لحظه بلحظه على قناه النادي الاهلي، فتابعونا في التغطيه اللي هتكون اكثر من محترمه النهارده ان شاء الله، لان كلنا لازم نحتفل، كلنا لازم نفرح، كلنا لازم ناخد هدنا شويه. احنا عمالين زي ما كنت بقول عمالين نكسب ونفوز ونحقق بطولات وانجازات وغيره وغيره، بس من حقنا كده نهدى شويه ونفرح. فالنهارده اليوم اللي قرر النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب ان احنا هنفرح بقى، وعايزين كده نتصور وعايزين نحط المشاهد او النوستالجيا بتاعه البطوله. شوف كل واحد مشهد حابب ينزله على السوشيال ميديا، اكتر لقطه اكتر ماتش اكتر كواليس كانت بالنسبه له مهمه او فرحته او اسعدته، نزلوها على السوشيال ميديا ومنشنوا النادي الاهلي. عايزين يعني تويتر وفيسبوك وكله يبقى النادي الاهلي حقيقي، ده حقنا وده اليوم بتاعنا زي ما بيتقال. نروح بقى لاخبار الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي اللي تعادل امبارح سلبيا مع باتروجيت في المباراه الوديه اللي كنا قلنا لحضراتكم عليها، ده كان في ملعب التتش في اطار طبعا التحضير لمباراه طلائع الجيش المقرره ليها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندريه في كاس السوبر المصري. المباراه الوديه شهدت تجربه زي ما بيتقال لبعض العناصر الشابه اللي كان مهم جدا ان هم يشاركوا، يعني احنا دايما بنقول عايزين عناصر جديده، عايزين نشوف المصنع بتاعنا بتاع الناشئين، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل، فعندنا فعلا كوادر كتيره جدا. فحلو ان هم امبارح كان في عناصر شبابيه كتيره يعني بتشارك، وكمان عناصر عائده من الاصابه والاعاره وغيره، بجانب منح الفرص لبعض زي ما بيتقال اللاعبين اللي ما شاركوش بشكل اساسي في المباريات كمان الاخيره. وحقق الجهاز الفني لو هنروح بقى بقياده باتشو موسيماني هنا ونتكلم حقيقي العديد من المكاسب الفنيه خلال هذه الوديه، وهنتكلم عن تفاصيل لهذه المباراة وكل حاجة هتهم حضراتكم، بس خلينا نأجلها شوية يعني للفقرة مع كابتن صديق الجمال. طيب خلينا بقى نتكلم عن دلوقتي البطولات الرياضية بقى الدولية اللي بتستضيفها مصر بقالنا فترة، يعني بقالنا فترة في هذا المنوال زي ما بيتقالوا وبننفذه بشكل احترافي. امبارح تحديدا انطلقت كمان منافسات بطولة العالم للشباب والشابات للخماسي الحديث تحت 17 و 19 سنة، ده كان على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية، هتستمر لغاية 20 سبتمبر وهيشارك في البطولة 271 لاعب ولاعبه، فاحنا بنتكلم برضو في رقم ضخم في ظروف الكارثه العالميه اللي بعض الدول المتقدمه عننا يمكن بكتير جدا هي تخاف او تخشى ان هي تستضيف بطوله بالعدد ده من انحاء العالم كله بيجي ويشاركوا، واحنا لما نيجي نتكلم ان احنا قدها، لا احنا قدها والحمد لله، ما بيبقاش عندنا اي كوارث او اصابات او مشاكل بعد كمان لما بنستضيف هذه البطولات. طيب احنا بنتكلم في 271 لاعب ولاعبه بواقع 146 لاعب و125 لاعب من 27 دولة. الحقيقة خلال كمان الفترة اللي فاتت يعني اتحاد الخماسي الحديث برئاسة كابتن شريف العريان قرر ان هو يستضيف باستضافة مصر يعني لبطولة العالم الخماسي الحديث وللشباب والشابات زي ما احنا عارفين، بعد ما نجح هنا او نجحت مصر تحديدا في كسب ثقة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ده بعد التنظيم الرائع بقى نرجع شوية ده نتاج ايه، ده بعد التنظيم الرائع اللي حدث خلال الاربع بطولات اللي استضافتهم مصر خلال الاشهر الماضية، منها بطولة مثلا او بطولتي عالم العالم للكبار وبطولة العالم للليزر ران وبطولة العالم للناشئين، وبتعد هنا بطولة العالم للشباب والشابات تحديدا هي البطولة الخامسة اللي بتستضيفها مصر، واللي هي بيتقال عليها يعني البطولات المهمة جدا، من البطولات اللي فيها برضو بيبقى رانكينجز حلو قوي. ده كله هيثبت ايه في الاخر؟ هيثبت ان مصر دولة اكيد رائدة وقد الثقة زي ما بيتقال في ظل هذه الكارثة العالمية زي ما بيتقال. فخلينا نفرح، خلينا عندنا دايما ثقة في بلدنا ان احنا نقدر ننظم بطولات عظيمة جدا وبطولات دولية كبيرة جدا، وده اللي حصل. فأعتقد ده برضو ان احنا نتكلم يعني فكرة ان مصر تنجح في تحدي هذا الفيروس وكمان اقامتها لكم او لهذا الكم من البطولات الدولية، ده يعتبر انجاز تاريخي وللاتحاد كمان المصري الخماسي الحديث، خاصة ان احنا برضو لو هنتكلم تحديدا اول مرة بيحدث في تاريخ الخماسي الحديث ان دولة بتحصل على تنظيم خمس بطولات عالم في عام واحد، خمس بطولات عالم في عام واحد، يعني أعتقد دي سابقة بتحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة. نطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم.
خلينا نروح لزميلتنا العزيزة ومقر جريدة الجمهورية نورهان طمان عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع زي ما احنا متعودين، ومع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في جريدة الجمهورية. نورهان صباح الخير عليكي طبعا في البداية، وسامعينك كلنا، ولكن طبعا المنشطات اللي معاكي برضو في غاية الأهمية، بداية من الأخبار والحديث عن بقى يعني حضور كيروش إلى القاهرة والمهمة الصعبة اللي بتنتظره مع المنتخب. تفضلي. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلتي من مقر جريدة المخضرم الأستاذ حسام قوي للتعليق على أخبارنا اللي هنقولها لكم إن شاء الله الصادرة صباح اليوم في المواقع والجرائد المختلفة. ويمكن أول خبر معانا زي ما قلت يا نهواند من جريدة الأخبار، كيروش يبدأ اليوم مهمته الصعبة مع المنتخب. البرتغالي كارلوس كيروش النهارده هيبدا ان شاء الله مهمته مع منتخب مصر بعد طبعا يعني توليه القياده خلفا للكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للفراعنه. كيروش هيعقد جلسه مع السيد احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره اتحاد الكره للوقوف على تفاصيل تعاقده مع الجبلايه، بالاضافه الى اهداف الجبلايه في طبعا الايام المقبله مع الفريق، وخاصة طبعا تصفيات يعني موقف الفريق أو موقف المنتخب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم حلم المصريين. ومن موقع وجريدة الجمهورية أونلاين، الكونكاكاف منفتح على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين. الكونكاكاف أو الاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى أعلن عن عدم رفضه لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4 أعوام. يمكن دي الفكرة اللي يمكن أحدثت جدل كبير جدا في الأوساط الرياضية العالمية في الأيام الماضية. الكونكاكاف قال أنه فكرة إقامة كأس العالم كل عامين هتحقق توازن أكتر للعبة من خلال مباريات رسمية أكتر من المباريات الودية وتضييق الحيز على فترة التوقف الدولي. كمان خلينا نقول لكم أنه في الصحف المحلية والعالمية اللي ذكرت أو اللي يمكن تناولت فكرة أرسن فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال ويعني مدير التطوير الحالي لفيفا صاحب فكرة إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4، كيانات رياضية كبيرة جدا أو كتيرة جدا رفضت، وكيانات رياضية أخرى على الجانب الآخر وافقت الفكرة. مديرين فنيين وافقوا، مديرين فنيين رفضوا. على سبيل المثال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي قال إنها فكرة جيدة لتطوير كرة القدم فيما هو قادم. كمان اتحاد دول أسيا كان أيد الفكرة وقال إنها فكرة جيدة. بينما على الجانب الآخر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رفض الفكرة وقال إنه اللاعبين بيلعبوا طول العام وبياخدوا أجازة أسبوعين فقط، فده مش هيكون في صالح اللعبة ولا هيكون في صالح اللاعب. كمان رابطة الدوريات الأوروبية أحد الكيانات اللي رفضت فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، ولازال الجدل يعني مستمر حول تطوير كرة القدم في السنوات القادمة، وخصوصا طبعا المونديال هو البطولة الأهم في العالم كله. ومن موقع الشروق، برشلونة يستضيف بايرن ميونخ في مباراة الصقر من الثمانية أو الثمانية. يستضيف نادي برشلونة اليوم على ملعب كامب نو نظيره الألماني بايرن ميونخ في المباراة المرتقبة طبعا الساعة 9 ضمن منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. مباراة النهاردة بتحظى باهتمام كبير جدا من كل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، نظرا طبعا ل يعني كبر الاسمين برشلونة وبايرن ميونخ العملاقين في طبعا الكرة الأوروبية. مباراة اليوم كمان يمكن سميت بمباراة الصقر من الثمانية بسبب انه طبعا اخر مواجهه بين الفريقين كانت يعني شهدت تفوق كاسح للعملاق البافاري بايرن ميونخ على نظيره الكتالوني ب8 أهداف مقابل 2 في ظل وجود نجم برشلونه السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي ليونيل ميسي في ارض الملعب. يمكن نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ كان ليه كمان تصريحات صحفيه قال انه لا يجب الاستهانه بفريق برشلونه حتى بعد رحيل ميسي، وان المباراه هيكون يعني ليها دوافع كتير جدا عند اللاعبين رغم طبعا عدم وجود نجم الفريق ليونيل ميسي. ومعانا يعني يمكن اخر اخبارنا وهنروح طبعا بعديه للصحفي الزميل الاستاذ حسام الغرباوي للتعليق على كافه الاخبار من موقع روسيا اليوم،
صحيفة إنجليزية تكشف تفاصيل عرض ليفربول التاريخي لصلاح والمغري لماني. كشفت صحيفة ذا سان البريطانية عن محادثات بين إدارة نادي ليفربول والثنائي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني لتجديد الثنائي للفريق في الأعوام القادمة. وذا سان يمكن ذكرت الأرقام أو تفاصيل يعني جلسة نادي ليفربول أو إدارة نادي ليفربول مع محمد صلاح وساديو ماني، وقالت إنها عرضت على محمد صلاح عرض مغري جدا ليكون أكبر راتب في الدوري الإنجليزي بقيمة 500,000 جنيه استرليني في الأسبوع، وعلى الجانب الآخر عرضت على ساديو ماني 2025 جنيه استرليني في الأسبوع ليتساوى مع المدافع الهولندي فان دايك. وطبعا معانا للتعليق على كافة أخبارنا الصحفي زي ما قلنا لكم أستاذ حسام الغرباوي، بنرحب بحضرتك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالزملاء في الاستوديو وجميع مشاهدي قناة الأهلي. كيروش، وبداية مهمة مع منتخب مصر اليوم، حضرتك شايف أنه المدرسة البرتغالية، إحنا يمكن مش جديدة علينا، يمكن المدرسة البرتغالية يعني جربناها كتير سواء مع الفرق المحلية أو في المنتخبات، رأيك يعني كارلوس كيروش قادر على إيه في المرحلة القادمة؟ بالتأكيد طبعا أن كروش تم تسليم قيادة الفراعنة مش من فراغ، أكيد سيرة ذاتية قوية جدا ليه، والمدرسة البرتغالية في مصر بصراحة لها باع كبير جدا، وزي ما بنقول كده يعني بتبقى وش خير، يعني احنا من ساعة طبعا الكبير الساحر مانويل جوزيه مع الاهلي احنا شفنا سنين طويلة جدا يعني حصد الكثير من البطولات مع الاهلي وساب بصمة قوية وجميلة، بقى يعني الجماهير المصرية بالذات بقت بتعشق البرتغاليين والمدرسة البرتغالية، وشفنا قد ايه كان متميز بصراحة وحقق كتير من البطولات. بينضم له طبعا فييرا وفنجادا موجودين حاليا اللي هم طبعا كانوا دربوا الزمالك، وفي نفس الوقت احنا طبعا فنجادا مع الاتحاد دلوقتي، وهو هيبقى يعتبر منضم الى كيروش في حته تطوير اعاده تطوير الكره المصريه من اول وجديد، سواء المنتخبات وكيفيه تطويرها بشكل يليق باسم مصر وتاريخها بحيث ان هي تنافس بشكل قوي والوصول للكاس العالم مش بس لا والوصول الى مربع الذهبي، لان طبعا احنا عارفين نادرا او كان يعني ثلاثه منتخبات هم اللي قدروا يوصلوا للمربع زي الكاميرون والسنغال على اقل، واحنا مصر طبعا مش اقل من كده، عندنا دلوقتي طبعا الفريق اختلف كثير من اللاعبين محترفين وعلى راسهم محمد صلاح نجمنا المحبوب، يعني فشيء طبيعي ان هو هيبقى قادر ان هو باذن الله ياخدنا للمرحله القادمه بقوه، وان كانت هي صعبه ولكن في نفس الوقت مش مستحيله، احنا شفنا ليبيا قدرت تعمل ايه رغم ظروفها الصعبه ولكن قدرت ان هي تفوز، فان شاء الله باذن الله احنا بنتوقع له باذن الله الفوز. بمناسبه ليبيا يا استاذ حسام، يعني حضرتك شايف مواجهه ليبيا القادمه طبعا في يعني الجوله الثالثه وموقف منتخب مصر بعد طبعا التعادل الاخير؟ مما لا شك فيه احنا دلوقتي في وضع غير اتغير تماما، يعني احنا دلوقتي كان خلاص الكابتن حسام البدري مشي قدم استقالته وكان ليه فكره وقدر ان هو مع الظروف سواء كانت معه او ضد احنا انتهينا منها، احنا في عهد جديد خالص اكيد هيبقى فيه فكر مختلف تماما، فكره هيبقى عايز يحقق ذاته هو اولا ثم مع المنتخب يظهر بشكل متميز جدا، رغبه اللاعبين نفسهم ان هم يخشوا في منطقه الامان وان احنا نتصدر المجموعه تاني من خلال الفوز في المباراتين القادمتين عشان ما يدخلش المنتخب زي ما بيقولوا في حزبه بيرما وننتظر نتائج الجابون وانجولا ونخش زي ما كنا بنحصل كده حاطين ايدينا على قلوبنا بصراحه، ولكن منتخبنا المصري بصراحه عنده اوراق رابحه كتير ان شاء الله يقدر ان هو يفوز في الجولتين، وانا شايف ان احنا ان شاء الله هنقدر نفوز رغم الظروف الصعبة، خلاص دي ظروف عدت، اللي جاي عندنا جهاز فني قوي جدا قادر على تحقيق ده، ابتدى دلوقتي الكابتن ضياء السيد بيجهز كل ملفات الفريق الليبي واخر مبارياته هشوف نقاط الضعف والقوة كالمعتاد، واكيد كروش هيبقى عنده فكر هيقدر يضعه، خاصة انه طبعا بيبقى فيه يعني مساعدات زي فنجادة وغيره وغيره طبعا، والجهاز بالكامل كامل ان شاء الله باذن الله هيقدر يحقق الفوز ونخش منطقه الامان نتصدر المجموعه ان شاء الله. طيب يعني استمرارا برضو لحديثنا عن منتخب مصر،
نجمنا المصري محمد صلاح، ويمكن الخبر الاخير معانا عرض مغري جدا من اداره نادي ليفربول كاعلى راتب لاعب في الدوري الانجليزي. في بعض الناس بتقول انه محمد صلاح لابد له ان يعني ان يخلق تحدي جديد يعني بفريق جديد، وفي ناس بتقول انه لا يعني الافضل ان هو يبقى اسطوره في ليفربول ويستمر ويكمل مشواره. حضرتك مع انهي راي؟ انا مع بقائه بصراحه، ان هو انا اما يكون احنا لقب محمد صلاح ان هو يعني الملك الفرعون بالنسبه لكره القدم، انا عايزه يظل الملك في مملكه كره القدم بدل ما ينتقل لنادي اخر. الله اعلم بالظروف هناك ايه، طريقه الاداره، اللاعبين، هل في توافق ولا لا. وده احنا شفناه مع كريستيانو نفسه، احنا كان يعني مكسر الدنيا زي ما بيقولوا مع الفرق السابقه، لما راح يوفنتوس ما قدرش يحقق الا حاجه شخصيه بس، ان هو قدر في خلال 10 مباريات متتاليه ان هو يحرز اهداف فكل لنفسه، ولكن ما حققش التارجت، وعشان كده هو اضطر ان هو ينتقل لمانشستر يونايتد بحيث ان هو يقوم باعمال اقوى او يحصل على بطوله زي ما يحصل النهارده، هيقابل سويسرا ان شاء الله في مباراه قويه جدا. فانا بصراحه مع ان بقائه كاسطوره مصريه افريقيه ان شاء الله، ونتمنى له كل التوفيق باذن الله، وانا مع الرأي ببقاء. يعني هيقدر ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد طبعا قدوم كريستيانو رونالدو، نجم كبير زي كريستيانو رونالدو قدامه يعني منافسة قوية جدا. انا طبعا شايف محمد صلاح يقدر، خاصه احنا شفنا مع انطلاق البطوله ان هو ادى بشكل رائع جدا، وفي حاله بدنيه ومعنويه كبيره جدا. طبعا احنا لقينا خاصه كمان مع دخوله نادي المياه، احنا بنبارك له على دخوله بقوه، وهيبقى فاضل 4 اهداف فقط عشان ينافس على الرقم العالمي لدروجبا، وهو قادر على المنافسه. ده طبعا هو قريب خالص، يعني احنا هو داخل في المربع الذهبي زي ما بيقولوا، فليه لا ان هو ينافس ويتفوق، يبقى اول افريقي عربي ان شاء الله يعتلي عرش الكرة العالمية ان شاء الله. شكرا جدا يا استاذ حسام، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، شكرا. دي كانت طبعا يعني زي ما قدمنا لحضراتكم ابرز اخبارنا من موقع وجريدة الجمهورية، وكان معنا الصحفي الاستاذ حسام الغرباوي للتعليق على اخبارنا. شكرا لكم جدا، وعودة الى الاستوديو. نشكرك جدا على هذه التغطية نورهان، واكيد استلمنا ليه الاستاذ حسام، شكرا لكم. طيب في بقى كده دراسة او يعني زي قائمة كده اتعملت تحديدا صحيفة ميرور البريطانية يعني عملتها، عن مين؟ عن الرياضيين المليارديرات حول العالم. أكيد أول ما هنقول الكلمة دي هيجي في دماغنا على طول مين؟ كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. فخلينا بقى نروح للغة الأرقام ونشوف الجريدة دي قالت إيه. رونالدو زي ما قالت الصحيفة بيتقاضى كام راتبا أسبوعيا مع مانشستر يونايتد؟ بيقدر تقريبا هذا الراتب ب 500,000 جنيه استرليني، ده بنتكلم يعني أرقام مفروض إن هي عادية، مشيرة بأنه بيحصل على 36 مليون بقى جنيه استرليني سنويا من عقود الرعاية وبعض كمان يعني الاستثمارات الأخرى اللي اتكلمت الصحيفة عنها. دي أنا مش بقول أرقام عادية، ده أرقام عادية إن احنا نسمعها لو هنتكلم عن رياضيين مليارديرات أكيد يعني. ده بالنسبة لكريستيانو رونالدو. نروح بقى ليونيل ميسي اللي أكدت برضو نفس الصحيفة إن هو بيتقاضى راتبا أسبوعيا مع باريس سان جيرمان، بيقدر هنا بقى بكام؟ بيقدر ب 500,000 جنيه استرليني، ده إضافة للأموال المفروض الكتيرة برضو اللي تقاضاها مع برشلونة، وتقريبا كان بيتقاضى ما يقارب كمان من 1.5 مليون جنيه استرليني في الأسبوع مع الفريق الإسباني، وده ضمن القائمة أيضا زي ما احنا عارفين يعني برشلونة. فضمن بقى القائمة برضو اللي اتحطت عندنا اللاعب السلة الأسطوري طبعا مايكل جوردن، وكمان تحدثوا عن لاعب الجولف تايجر وودز. ف حاجات بسيطة كلها. الخبر ده كان عايز كريم بيحب الأرقام دي، بس يعني هي دي القائمة اللي قالتها جريدة أو صحيفة ميرور البريطانية. خلينا بقى نروح بعد كده الخبر معانا خاص بستيفان شعراوي، وهذا اللاعب يعني اللي هم بيسموه برضو الفرعون الصغير. ليه؟ هو إيطالي طبعا بينحدر من أصول مصرية، عشان كده هم سموه بهذا اللقب يعني أو أطلقوا عليه هذا اللقب ستيفان. المهم أنه هو ساهم في فوز فريقه نادي روما على ساسلو 2-1، ده في المباراة اللي جرت بينهم ضمن طبعا منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. اللي حصل أن ستيفان
اقتنص هدف الفوز في الوقت زي ما بيتقال عليه القاتل، كانت بتسديده فعلا كانت مذهله جدا، اصطدمت الكره بتاعته بالقائم الايمن اللي هو كان بعيد قبل ما تدخل في شباك ساسلو، وقدم زي ما بتقال الفرعون الصغير هديه ثمينه لمدربه البرتغالي خوسيه مورينيو بمناسبه مباراته هنا ليو بي ليا رقم 1000 في مسيرته التدريبيه، وده خلى مورينيو اكيد يحتفل بالهدف، يعني زي ما بتقال كده احتفال جنوني، ووصفه بالهدف المذهل. وبكده نقدر نقول ان حقق روما انتصاره الثالث على التوالي، وبيتصدر ترتيب الدوري الايطالي لكره القدم برصيد هنا 9 نقاط، متفوقا بفارق الاهداف على الثنائي ميلان ونابولي صاحبي المركز الثاني والثالث في الترتيب. نروح للعبة أخرى عالمية وهي الجولف ومنافسات النسخة الثامنة أو الثامنة عشر من بطولة العالم للجولف المجنون، هو اسمه كده كريزي جولف، اللي أقيمت في إنجلترا بمشاركة هنا 129 لاعب. المنافسات دي مفروض أن هي بتقام كل عام على مدار يومين، وبينال الفائز فيها يعني أو بلقبها جائزة قدرها هنا 1250 جنيه استرليني، طبعا الرقم ده جنب الأرقام اللي لسه سمعناها حاجة بسيطة جدا، والمشاركة خليني أقول لحضراتكم بتكون مفتوحة بدون تحديد فئة عمرية، كمان ليها قواعد مفروض مرنة أكتر من الجولف العادي، عشان كده أطلقوا عليها يعني كريزي جولف. نروح بقى لآخر يعني خبر ولعبة معانا، وهي لعبة التنس اللي فاز فيها دانيال ميدفيد ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ده بعد ما تغلب على بطل كبير جدا واسم كبير في عالم التنس نوفاك ديكوفيتش بواقع 6-4 6-4 6-4. المباراة دي كانت طويلة جدا، مدتها كانت ساعتين و17 دقيقة، وده بيعتبر أول فوز لميدفيد ببطولة كبرى، بينما طبعا منع هذا الفوز اللاعب العالمي ديكوفيتش من تحقيق رقم قياسي جديد، لو كان فاز بيه كنا نقدر نقول إن هو هيبقى اللقب 21 في مسيرته. أكيد هارد لك للنجم ديكوفيتش. هنروح فاصل سريع لأن الفقرة الأولى خلصت، وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم أولى فقراتنا الحوارية. زي ما احنا عارفين يعني احنا عندنا انجازات في العاب مختلفه مش بس في رياضه ما، احنا هنا هنتكلم دلوقتي او تحديدا النهارده عن لعبه الكاراتيه وفريق الشابات للكاراتيه بالنادي الاهلي اللي حقق بطوله الدوري الممتاز كاتا من كام يوم، خلينا نرحب بيهم وبجد حاجه تشرف فعلا، هم سنهم صغير جدا، جانا محمد عبد الستار بطله الجمهوريه ولاعبه فريق الشابات تحت 17 سنه، ومريم محمد رشدي برضو بطله الجمهوريه ولاعبه فريق الشابات تحت 17 سنه، الف مبروك بقى. انا مش عايزاكم تبقوا يعني حاسين ده قناه النادي الاهلي كانكم قاعدين في النادي، احنا يعني موضوع بسيط جدا، احنا بس الفكره كلها بجد عايزين نتعرف عليكم اكتر، عايزين حتى الناس تعرفكم اكتر، بنقعد نسمع عن ابطال وبيجيبوا لنا بطولات وميداليات، بس الجانب الشخصي عايزين نعرفه اكتر، الكواليس ورا قبل اي بطوله عايزين نعرفها. ابدا بيك يا جنى، احكي لنا كده شويه الاول عنك. هو انا كان بقالي فتره ما بكسبش، بس جيت بقى حطيتها في دماغي انا عايزه اكسب وعايزه اطلع تاني وان انا اكسب. انت اصلا بتلعبي من وانت عندك كام سنه؟ 4 سنين، بس ما كنتيش بتكسبي بشكل يرضيكي؟ لا، انا كنت بكسب لحد سن معين، بعد كده بدات بقى اللي هو انا ارجع تاني. اوكي. بس حطيتها في دماغي بقى انا عايزه اطلع وعايزه ابدا ان انا اكسب وادخل المنتخب وكده. بدات بقى من موسم 2019، طبعا كابتن علي ليه الفضل في كده، هو قعد معايا كتير عشان اوصل اللي انا فيه ده، وطبعا مامتي وبابايا هما اللي كان ليهم فضل برضه في مروحهم جاي وان هما يودوني التمارين ويرجعوني. كان طبعا تمارين كتير فيتنس فردي جماعي عشان نحقق اللي احنا فيه ده دلوقتي، وطبعا دكتور مراد ليه برضه فضل في كده. هو انا مش سامعاك يا جانا، علي صوتك شويه، الناس اكيد برضه مش هتسمع، علي صوتك شويه، دي بطله يعني يا جماعه. ودكتور مراد برضه ليه فضل في كده. كنا بنتمرن كتير عشان نوصل اللي احنا فيه. طبعا بدات احقق من 2019، كانت اول بطوله ليا في تركيا، بعد كده القاهره وجمهوريه بقى، وبدانا في الدوري وده تالت دوري ليا. وانت اصلا بتدرسي طبعا ايه بقى؟ انا تانيه ثانوي. اوكي.
طيب خلينا نروح لك بقى يا مريم، وبرده عايزه الناس تعرف عنك اكتر، فكلمينا انت ابتديتي امتى، وبرده موضوع الفوز او المشوار كان عامل ازاي معاك لغايه لما دلوقتي بنتكلم الدوري يعني. هو انا ما كنتش بكسب خالص لغايه 2020 كده يعني، ولا مره لغايه سنه 2020 وبعد كده فجاه نكسب الدوري. اوكي، هي طلعت معايا فجاه كده. كنت وانا صغيره كنت بكسب، بعد كده لما كبرت شويه الموضوع بدا يبقى صعب شويه. اوكي، يعني حاجه شبهها كده. طب ليه، ايه الفكره؟ برضو احنا نروح للتفاصيل شويه. والله انا ما اعرفش، انا لا كل مره بحاول اشد نفسي عشان اكسب وفي الاخر ما يحصلش نصيب، بس يعني ان شاء الله يحصل. هل الدراسه كانت جايه مثلا على حساب شويه التدريب او التمرينات؟ لا، مالهاش علاقه. مالهاش علاقه، يعني هو الموضوع كله بيبقى تنظيم وقت بس. الموضوع كله ايه؟ بيبقى تنظيم وقت، يعني انا لو نظمت وقتي كويس هعرف اتمرن كويس وهعرف اذاكر كويس وكل يعني. بس ما كانش اصابات، ما كانش في مشاكل يعني، كنتوا بتواظبوا في التمرين، كنتوا بتروحوا، كنتوا بتعملوا الاقصى ما عندكم زي ما بيتقال، ولكن التوفيق ما كانش موجود. التوفيق بيجي من عند ربنا. تمام. ماشي، سامعين؟ كملي كملي يا مريم، انتوا ليه مخضوضين؟ لا بجد احنا قاعدين بندردش. اوكي، فما يعني ده مش انترفيو، دي مش كاميرا، وده مش استوديو كده. اوكي، فخليني اعرف اكتر. يعني انا مثلا بدات من وانا عندي 3 سنين، كان سني صغير. 3 سنين. وانا اللي خلاني احب الكاراتيه ان انا لقيت اختي بتلعبها بصراحه، فشبطت فيها وقعدت العبها. اوكي، يعني في العيله اوريدي في حد. تمام. بعد كده قلت لنفسي ان انا لا، انا عاوزه ابقى بطله زي الناس اللي انا بشوفها في التلفزيون، وابقى بطله عالم وزيهم وكده، فكل شويه بقعد اشد على نفسي. برافو. يعني حلو جدا. وبرده في المدرسه ثانيه ثانوي؟ لا، انا ثانويه عامه. ثانويه عامه. طب يعني النقطه بقى ايه؟ التحول. انا بقى ابتديت حطيت الفكره في مخي، انا عايز اخد بطولات، انا عايز ابقى في ليفل ثاني خالص، في دعم اكيد من الاسره، في دعم اكيد من المدربين، فانا خدت القرار. التيرنينج بوينت بقى دي اتحققت ازاي على الارض؟ هو انا كنت من 2014 لحد 2018 ما كانش بيحصل نصيب ان انا اكسب. رحت تركيا حققت، فخلاص انا دي كانت بدايه بالنسبه لي. فلما رجعت بقى حطيتها في دماغي، وكان طبعا في تحفيز من ماما وبابا وكابتن علي، وهو كان بيمرني ومعايا لحد ما وصلت اللي انا فيه ده دلوقتي. حلو جدا. وبرده التيرنينج بوينت بتاعك يا مريم كان ايه يعني؟ هو انا بصراحه كنت ببدا اياس، بس بلاقي المدربين كلهم. انا مش سامعاكم والله العظيم، والله العظيم مش سامعاكم. عارفه لو بتعذب عشان اسمع صوتك كتير شويه. هو انا كنت ببدا احط الفكره في دماغي قوي، وبلاقي المدربين بيقعدوا يدعموني والاهل طبعا وكله، فبدات اشد على نفسي شويه، وبدات ابدا اخد الثقه في نفسي اكتر، فالموضوع بدا. برافو عليك. طيب نتكلم عن البطوله بقى شويه، استعداداتها، وبعدين كان اصعب بقى يعني الكواليس واصعب الماتشات اللي لعبتوها ايه؟ هبدا. هو احنا كنا طبعا مش بنتجمع كتير، بس جينا في اخر اسبوع انتظمنا، كنا بننزل كل يوم نتمرن وبنضغط على نفسنا، بنقعد نعمل كذا تشكيل عشان لما ندخل البطوله. ودخلنا طبعا كان يعني كان في توتر في الموضوع، عشان بقالنا كتير كمان ما بندخلش بطولات وكده. بس يعني لعبنا، كانت ماتش اسكندريه وكان ماتش الشمس برده والصيد، فهو الحمد لله ربنا كرمنا وبقينا. حلو جدا. والماتشات كانت ايه برده يعني وانتوا بتلعبوا؟ هل كان في فريق معين كان قوي قوي كنتوا قلقانين منه، كنتوا حاسين ان لا ما كانش فيه؟ لا ده حلو الكلام ده، يعني احنا داخلين واثقين ان احنا ما فيش فريق تاني او نادي تاني اصلا يقدر ان هو ينافسنا بنفس المستوى. هل احنا فعلا في النادي الاهلي متميزين في الرياضه دي بشكل كبير يعني عن اي منافس تاني؟ طب هل بتفكروا بعد كده بعد ما تتخرجوا مثلا ان انا عايز احترف في الخارج ولا لا؟ برضو الفكره دي برضو عندكم لو جت فرصه؟ بس دلوقتي لسه الموضوع مش باين قوي. يعني لسه. طيب خليني اروح معاكم، لان اي رياضي بيبقى ليه دايما في اللعبه بتاعته مثل اعلى، بيتابع العالم. مفروض انا لو عايز ابقى شخص يعني اخد نفسي في مستوى عالمي لازم اتابع الخارج بيحصل فيه ايه. هل ده انتوا بتعملوه؟ هل ليكي مثل اعلى في الرياضه دي؟ خليني اعرف. ليا جينا فاروق وسارة عصر. طبعا لسه كنت هسالكم بس ده كان بعد كده.
احساسكم كان ايه بقى لما جيانا فازت وشرفتنا كلنا؟ يعني اتكلمت معاك وبعد ما رجعت قعدتوا معاها؟ لا هو ده ما حصلش، بس هو بصراحه لما شفتها يعني انا اتحفزت اكتر، وفرصتي في الكاراتيه هتبقى زايده وان انا هكمل فيه لحد ما ابقى زيها ان شاء الله. وانت برضو يا مريم كانت جيانا بالنسبه لك حاجه فارقه الى حد كبير، كانت بتكلم بنت وبنت النادي الاهلي صح؟ اه. طب ايه اللي جاي بقى، الاستعدادات اللي انتوا هتعملوها؟ خلاص الدوري احنا الحمد لله حصلنا عليه وبشكل مشرف جدا، بعد كده ايه بقى الاستعدادات لاي خطوه جايه؟ احنا عندنا موسم القاهره وجمهوريه، بقالي كتير ما بتمرنش، بس انا حاطه في دماغي ان انا عايزه ادخل اكسب ان شاء الله وادخل المنتخب، وتبقى برضو بدايه ليا ان انا اكمل واطلع بره والعب بطولات بقى وكده وابقى زي جيم. لا ما تقوليليش زيها، نقفل الحلقه بقى. خلاص اشكركم. عايز اسمع بجد الناس، يعني انا حابه بجد جمهور النادي الاهلي يسمع منكم اكتر اللي جواكي، فاحكي لي اللي جوايا. يعني ان شاء الله ربنا هيكرمني السنه دي في القاهره والجمهوريه، وان شاء الله يعني هحقق فيها يعني. طيب انا داخله كده عايزه احقق بصراحه. حلو جدا. طب احنا بعد ما نخلص ثانويه عامه وبعد المدرسه حابين ان انتوا تدرسوا اكتر يعني، او تشتغلوا في المجال الرياضي، تدربوا بعد كده قدام، تاخدوا كورسات ولا بجد؟ طب ايه بقى؟ يعني انا بدات من دلوقتي بنزل في النادي مع كابتن كده، بعمل تريننج معاه الصغيرين. ما اخلص ثانويه عامه ان شاء الله وادخل بعمل تريننج وانزل امرن اساسي بقى في النادي. اوكي، يعني مش عايز بقى تخش جامعه عمليه او اللي هي الكليات؟ طبعا ده في دماغي، بس يعني بركز في الكاراتيه اكتر. حلو. وانا بصراحه بركز في الدراسه اكتر، يعني عشان عايزه اخد منحه فبركز فيها اكتر. عايزه منحه وتدرسي ايه؟ بيزنس يعني ان شاء الله. بيزنس. اوكي. والرياضه تبقى بجانب الشغل يعني؟ أوه. بس مش عايزه تخصصي في الرياضه تحديدا او هذا المجال يعني؟ لا. اوكي. مشروع برضه مالك الموضوع على فكره عادي. طيب حياه الرياضي برضه، او مش بس الرياضي العادي اللي هو بيروح وبيشارك وبيجيب ميداليات وبيكسب بطولات، دايما بتبقى مختلفه، فخليني برضو اعرف منكم يعني الدراسه حاجه، بس انتوا اليوم بتاعكم بيبقى ماشي ازاي؟ هل ده بيجي على حساب الحياه عامه؟ مش قوي بصراحه، بس يعني وانا بحاول انظم. شكلك بتخرجي عادي وبتروحي الاجازات. ساعات والله. صح؟ في الاجازه اه، لكن لا في الدراسه ببقى اخلص المدرسه اطلع على الدرس واجي على التمرين، واحاول انظم الوقت بتاع المذاكره عشان برضو ابقى متفوقه هنا ومتفوقه هنا. ومريم؟ انا يعني هو كان ايه السؤال معلش؟ مريم انا تعبت النهارده من لا يعني ما فيش حاجه عايزه تضيفيها؟ لا نسيت السؤال اصلا بصراحه. صدقني انا نسيت السؤال. احنا كنا بنسال ايه يا على تنظيم الوقت. تنظيم الوقت. اتفضلي يا مريم. يعني حياتك عامه السيستم بتاعك في اليوم، انت يعني انا مثلا استضفت كتير ابطال عندنا هنا بيتكلموا ان حياتهم مثلا الشخصيه مش موجوده، الاجتماعيه مش موجوده، يا دوب بيبقى ما بين الدراسه والتدريب، لان التدريب بياخد كل الوقت، في ناس بتمرن من 5 الصبح. هل انتوا حياتكم برضو بهذا الضغط ولا لا؟ في ثانويه عامه بصراحه يعني مثلا بحاول اركز في المذاكره عشان اجيب مجموع وكده، وفي نفس الوقت ببقى عاوزه اكثف تمارين عشان عاوزه احسن من مستواي يعني احسن وكده. حلو جدا. على كل حال انا يعني مش هقول بس فرحانه، هقول فخوره بيكم، لان في تشالنج في الموضوع، قصه ان انا وصغيره بكسب وبعدين قعدت فتره ما بكسبش، وبعدين عندي تشالنج مع نفسي انا عايز احقق حاجه افضل، عايز احط نفسي في حته تانية خالص وحققته، فبجد ده شيء مشرف جدا. بالتوفيق ليكم بقى في البطولات اللي جايه، نستضيفكم تاني هنا بس تبقوا محققين كذا كمان بطوله باذن الله. بالتوفيق ليكم. شكرا يا جانا وشكرا ليك يا ماري. فاصل سريع وهنكمل مع حضراتكم فقراتنا بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم. زي الفقره اللي فاتت بتكلمنا مع يعني بطلاتنا في الكاراتيه والنادي الاهلي، خلينا بقى نتكلم عن برضو اللي ليه فضل ورا هذا الامر، واللي بيبذل مجهود مع اللاعبات علشان يوصلوا لهذا المستوى. فخلينا برضو نرحب بكابتن علي الغباشي مدير قطاع الناشئين ومدرب الفريق الاول للكاراتيه والنادي الاهلي. يا صباح الخير. صباح النور. يعني مبروك علينا الدوري طبعا، وتالق جميل جدا، و
ويمكن احنا هاخد من كلام جانا ومريم كانوا معايا دلوقتي، بيقولوا حتى هم كانوا في فتره ما مش بيحصدوا بطولات، ولكن كان في قرار وكان في شغل وكواليس كتيره جدا خليتهم بعد كده يتنقلوا لمنطقه تانية ويبقى في بطولات بيتم يعني حصدها وتغيير حتى في السكور وغيره. فده برضو ممكن نبدا بيه من هنا نبدا كلامنا. هو بشكل عام حصاد البطولات ده الحمد لله مش جديد على النادي الاهلي طبعا. دي حاجه، وبقاله مراحل تصفيه بشكل مقنن ومنظم جدا عشان نوصل للهدف بتاعنا ده، وده مش جديد على الاهلي من سنوات برئاسه الدكتور مراد عاصم، و القاعده طالعه من تحت المدارس وترتيب ونظام، وبيمر بمراحل تصفيه كبيره قوي عشان نوصل للهدف ده. وفي ميزه بتميز النادي الاهلي في الكاراتيه بالتحديد، ان كل اولاده وابطاله من الاعضاء، مش بنجيب حد من بره ولا بنشتري لعيبه، كل الهدف تحسه مصنع بينتج لنا كده يعني. بالظبط، هو مشروع محلي. هو مشروع فعلا، هو مشروع بنحاول ننجحه قوي من ابناء النادي. احنا ما عندناش مبدا ان احنا نشتري لعيب من بره او لا، كل حتى اولادنا المحترفين من ابناء النادي. وبتشوف ازاي برضو التحدي ان انا يعني بعض اللاعبات زي ما كنت بقول لحضرتك، وده بيحصل مع لاعبين كتير مش بس جانا ومريم، يعني انا عايز احقق، انا عايز اوصل لحلم، والحمد لله في فرق كبير جدا يعني توقف سنين مثلا عدم حصد بطولات، وفجاه انت بتبقى لا ده انت بتشارك وبتشارك بشكل مشرف على الارض كمان. في حاجه بتتعمل كويس حلوه قوي في النادي الاهلي، احنا عندنا مدربين كتير قوي سواء مدارس او في الاجهزه او مساعدين مدربين. في تنافس اللي حضرتك بتقولي عليه، ان كل مدرب ما بيكونش حكر على سن معين او بعض اللعيبه، لا ده في تنافس هنا وهنا وهنا، فكلهم عايزين يوصلوا للهدف ان هم يحققوا بطوله باسم النادي الاهلي، وكله بيتنافس مع بعض منافسه شريفه جدا من خلال المنظومه اللي شغاله في النادي. حلو جدا. انا ممكن بقى اروح انتقل يعني لفكره هنا بقى اسئله عامه، لان برضو نقاط مهمه بتاثر بشكل كبير. التاهيل النفسي في البدايه بيكون عامل ازاي، سواء حتى انا بتكلم بعد المباراه سواء بفوز او خساره، ده مهم قوي التركيز عليه ومش كل الناس مهتمه بالشق ده. التاهيل النفسي او المينتال تريننج ده بدا مؤخرا في مصر بشكل عام، صحيح. يعني هو كان قبل كده موجود في كل الدنيا ما عدا مصر. بالظبط. وبصراحه كان الناس في الاهلي ابتدوا يستعينوا بالكلام ده، ودي كانت حاجه مؤثره جدا. بدانا فعلا عندنا دكتور محمد عبد اللطيف ودكتور مدحت بيقعدوا مع اللعيبه قبل المباراه واثناء التمارين وبعد المباراه، لو لا قدر الله حد خسر او اخفق يعني بيعالجوا الكلام ده بحكمه، وهم ناس على علم وناس ممتازين جدا يعني فده ليه دور. طبعا ليه دور، هم ناس اكاديميين وناس عمليين جدا. والنادي يعني الحمد لله بيوفر لنا كل حاجه، من دكتور تغذيه لدكتور منتال لمدربين فيتنس، يعني حاجات كتير قوي بتساعد على النجاح. كابتن علي، رياضة الكاراتيه في مصر أصلا لو هنتكلم عنها، هل هي من الرياضات اللي مصر متألقة فيها؟ يعني أنا أقدر أقول مثلا مصر متألقة جدا في السكواش، في الأهلي أقدر أقول كمان تنس الطاولة، هل الكاراتيه في مصر على مستوى مصر هنا أقدر أقول برضو إحنا واخدين فيها ترتيب كويس جدا عالميا؟ هو القاعدة الكاراتيه بالتحديد هتفاجئ لو قلت لك ان هي اكتر من عدد الممارسي الكاراتيه في مصر اكتر من لعيب الكوره، اكتر من الكوره نفسها، فدي دي دي انا بعتبرها اللعبه الشعبيه الاولى في مصر. تمام. يعني دي في قاعده يا تاني ما تستضيفش حد يقول لك انا انا كنت بلعب كاراتيه، انا دخلت الكاراتيه. والله انا لعبت برضو شهر ورا بس كان الكابتن عنيف قوي لما يقعد يضربنا على رجلينا كده، انا قلت لا انا ماليش شويه بس مش قوي يعني هو كان غريب وقتها كرهني. لا ليها شعبيه وليها محبيها وليها ناس بتعشق اللعبه يعني بدليل تفوقنا فيها طبعا على المستوى المحلي والدولي واخيرا الاولمبي مع ما هي دي بقى النقطه اللي كنت عايزه اروح حضرتك فيها. كابتن علي تالقنا الحمد لله وتوفقنا جدا وسعداء ان كمان يعني حاصده هذه الميداليه بنت النادي الاهلي كان شيء مشرف جدا. وحاجه كل الاهلاويه، ومش هقول بس والله كل الاهلاويه، كل المصريين كانوا فرحانين والعرب كمان يعني. حضرتك شفت ازاي الروح كانت موجوده
موجوده في اولمبياد طوكيو، وازاي العرب كانوا بيشجعوا بعض واقفين جنب بعض مجرد ان اي حد من الوطن العربي بيلعب، حاجه كانت جميله جدا. ناخد ده بقى ونرجع برده لان هي مثال مشرف، واكيد كان ليها برده يعني ابس اند داونز زي ما بيتقال، اخفاقات ونجاحات وكواليس وغيره وغيره. خليني اروح مع حضرتك لهذه التجربه، وازاي بقى عندنا كذا جيانا يعني في النادي الاهلي. هو ان شاء الله عندنا كذا جانب، بس هي القصه كلها انت في مصر بتواجه صعوبات، القصه مش قصه رياضه بس. أو يعني جيانا من يعني خريجه كليه صيدله، يعني دكتوره ما شاء الله جدا كمان رياضيا ودراسيا. وفي مصر ده دي معادله صعبه شويه، بنحاول نجاهد عشان اللاعب يطلع بشكل مميز هنا وهنا، وده بياخد مجهود كبير قوي. ده حضرتك بتقصد هنا التنسيق ما بين مثلا وزاره التعليم ومثلا الاتحادات، او مثلا وزاره الشباب والرياضه، يبقى في تنسيق بين الجهتين؟ والله ساعات ده بيبقى متاح وساعات لا، لان في بعض الكليات او الجامعات اكسبشنز مثلا تتعامل يعني حاجات زي كده، يعني الجامعات الخاصه مثلا بترفض الكلام ده بعضهم حقيقة. يعني دي حقيقة. لكن الجامعات الحكوميه بتبقى متفهمه الكلام ده، وبتبقى عارفه ان اللاعب ده يعني بيمثل مصر حاجه قوميه، حاجه صحيح. قوميه مش مجرد لعبه وخلاص. صحيح. والحمد لله تفوقنا فيها، بس يعني هي منظومه لازم تتعاون كلها مع بعضها. انا بتفق مع حضرتك. فجيانا يعني قدرت توفق ما بين دراستها واللعب، وكانت مضغوطه بشكل غير عادي في الفتره الاخيره دي كمان، بس الحمد لله ربنا اكرمها، وكانت المفروض تاخد دور النادي والمدربين، وطبعا غير دور اهلها، يعني ده شق تاني اتكلمنا عليه كتير، بس برضه انا عايزه اركز دلوقتي مع حضرتك واستغل وجودك. دور النادي ايه؟ دور الاتموسفير جوه النادي ايه؟ ما هو برضه البيئه هي اللي بتصنع نجم في الاول وفي الاخر. انا أكيد. لو بطل ومش لاقي الامكانيات حواليا والبيئه السليمه، انا مش هقدر اعمل حاجه لوحدي. ففي بيئه متوفره في النادي الاهلي يعني اكثر من رائعه حقيقي، ودعم كبير جدا. ده اللي انا عايز اتكلم فيه، عشان لما نيجي نقول بعد كده هيبقى عندنا كذا بطل كذا جيانا في المستقبل. ده من البدايه بقى، اللي هو زي التربيه كده، ان انت بتربي طفل على حاجه معينه. هي جيانا اتربت في النادي الاهلي وشافت الاهتمام اللي حضرتك بتقولي عليه، والدعم والالتزام المدرب من جانبها طبعا، بجانب باباها ومامتها، يعني ده الدعم الاول والاخير ليها. وكل ده مر بمراحل كتير قوي وسنوات كتير. جينا بطلت عالم 6 سنوات وختمت بالميداليه الاولمبيه. فاكيد ده نتيجه جهد عالي قوي واخفاقات ونجاحات ومرت بحاجات كتير قوي. وده يعني الرياضه في مصر بشكل عام كده، اللي مش هيفشل مش هيعرف طعم النجاح. صح. انا لو انا فشلت في الشغل هو اللي بيحسسك بحلاوه النجاح. ده هو ده الستارت الحقيقي بعديه عشان اوصل للهدف بتاعي. صحيح. انا هحس ازاي ان انا ناجح من غير ما افشل؟ بالظبط. فلازم يبقى في سقطات. اتفق مع حضرتك جدا. طب انا عايزه اروح بقى لنقطه سريعا برضو عشان الوقت. دلوقتي حضرتك ك يعني مدير قطاع الناشئين ومدرب وغيره ولاعب قبل كده، ازاي لما بيجي لك طفل تحديدا انا اقدر اقول ان الطفل ده ينفع في هذه الرياضه او الطفله دي، او يخليهم يروحوا حاجه ثانيه؟ بيبان من الصغر كده؟ طبعا احنا عندنا قطاع المدارس في مئات، سواء في الثلاث فروع تقريبا، وبيجي الاعمار سن الكاراتيه يتراوح من 4 سنوات يكون الطفل مدرك. وبنستقبله اللي هو يعني بلطف شويه، وما بنحسش ان اللعبه دي عنيفه اساسا. يمكن الكاراتيه من الالعاب اللي ما يبانش عليها العنف في البدايه. اوكي. فيبتدي يتعلم الحركات واحده واحده كده لغايه ما يعني يبقى عنده ثقه بنفسه. حته ان هو بيبان بطل او مش بطل، في خلال احنا عندنا امتحانات بنسميها امتحانات الكيو، الاحزمه، يعني التدرج في الاحزمه دي بتاخد تقريبا حوالي 1.5 سنة في التدرج. من خلال الفتره دي وعين المدرب والانتظام اللاعب اصلا في التمارين والمدرسه، يعني بنقدر نحدد بقى ان ده ممكن. عندنا شقين في الكاراتيه، في كذا وفي كوميتيه على حسب شكل جسم الولد، استيعابه، مراحل معينه بعد ما يوصل سن 12 او 13 سنه شكل جسمه بيتغير. طب ممكن نوجهه هنا وهنا، دي بتبان من الخبره والنظره الولد يعني.
اوكي رائع جدا، بالتوفيق يا كابتن علي حقيقي، ونورتنا وقاده النادي الاهلي، قناتكم يعني قناتنا كلنا. تسلمي طبعا، بيتنا بيتنا طبعا. شكرا ليك. فاصل سريع هنرجع بعد كده واخر فقره النهارده وكابتن صديق الجمال. رحب بحضراتكم في الفقره الاخيره اللي منورنا النجم الجميل حقيقي، نجم الاهلي الاسبق كابتن صديق الجمال، واللي بينورنا دايما حقيقي برضو في قناه الاهلي وعشر الصبح في الاهلي. وفي ملفات بقى هنتكلم معاه فيها، عندنا بقى يعني النجمه العشرة والاحتفال النهارده، وعندنا يعني مسيره لسه للمنتخب ان شاء الله ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه، والجهاز الفني والاداري الجديد. خلينا على كل حال نتكلم في كل ده بالتفصيل، بس صباح الفل يا فندم. صباح النور. اهلا بيك. نبدا منين؟ انا حدي لحضرتك حريه الاختيار. تحت امرك اللي انت عايزاه. نبدا بالنجمه العشرة والاحتفاليه النهارده. ناس كتير كانت بتقول واحنا هنحتفل امتى، ضغط 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 الفتره اللي فاتت، بس خلاص بقى كابتن محمود الخطيب قال لك لغايه هنا نهدى شويه، لازم نحتفل، لازم الناس تفرح، لازم نحس ونفتخر باللي احنا بنحققه على الارض. مش معقول عشان احنا عندنا ضغط بطولات وان احنا يعني بنحصد بطوله ورا بطوله، ده ما يخليناش ان احنا ننسى نحتفل. ده اللي بيحصل النهارده ان شاء الله، يبقى يوم جميل إن شاء الله. وتنظيم رائع والناس كلها تفرح، ده اللي انا كنت بقوله وده اللي هنفضل نقوله. شايف ده بقى ازاي؟ واحكي لنا، واحنا ان شاء الله هنشوف بعض بالليل يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكيد طبعا التوقيت مناسب جدا، لان هو اتاخر شويه بسبب الضغوطات اللي كانت على النادي الاهلي في المباريات اللي كانت مؤجلات والمشاركات ورا بعضيها، ما كانش في وقت. فالحمد لله الوقت المناسب اللي خده مجلس الاداره ان الوقت الحالي لازم يكون وقت التكريم، والتكريم ده يعني كويس جدا لكل منظومه النادي الاهلي. اول حاجه للجماهير، وكنت بتمنى ان الاحتفاليه دي تكون بجماهير، بس عشان خاطر الجماهير النادي الاهلي تاخد حقها. بس انت عارف حضرتك عشان موضوع الكورونا وموضوع وضع البلد طبعا معموله بحرص. بس اكيد قناه الاهلي مشرفانا طبعا الحمد لله، هتنقل الحدث كان الجماهير موجوده بالظبط. نجم العشرة بتاعنا الكتير للنادي الاهلي، المنظومه كلها، من ناحيه التسويق، من ناحيه التقييم. الحمد لله دلوقتي احنا بعدنا عن المنافسين بالنسبه اللي هم حصلوا على البطولات الافريقيه، يعني اللي ورانا بعيدنا عنهم، كل واحد عنده 5 بطولات، احنا الحمد لله 10 بطولات، ونطمح باذن الله يبقى ال 11 وال 12، لان دي سمه النادي الاهلي في المشاركات اللي بيخش فيها، ودي شخصيه النادي الاهلي. فطبعا اكيد الاحتفال هيبقى كويس جدا جدا، ولفته طيبه برده من مجلس الاداره طبعا، كابتن على راسه كابتن محمود الخطيب، دعا كل النجوم القدامى لعيبه النادي الاهلي يكونوا متواجدين. طبعا التكريم الاول للعيبه الفريق الاول المتواجدين حاليا، هو يعزم الناس كلها، بس طبعا زي ما احنا عارفين عشان الوضع والكورونا والاجراءات لازم يكون لحد ما محدود في ظروف طبعا يعني، وده خارج عن اراده اكيد اي حد، فالموضوع يمكن ليميتد شويه، محدود شويه، بس هم حريصين من حتى الناس المحدوده دي يكون في كل الرموز والناس اللي لازم نقول لها برده شكرا، واللي ليها كان دور كبير جدا مع الاهلي طبعا. اكيد بدايه من اللعيبه عملوا انجاز كبير جدا، اشتركوا في 7 بطولات خدوا 6، طبعا انجاز يعني عظيم. تتكلم في مده قد ايه برضه كابتن صديق؟ يعني عشان كده اللعيبه دي لازم تاخد حقها ونكرمهم، لان احنا برضو مستنيين منهم حاجات كبيره، فلازم في الوقت ده يتكرموا عشان يحسوا برضو بالفرحه اللي هم اتحرموا منها الفتره اللي فاتت، لان كانت في توقيت. بعض الرموز هيبقوا في الحفله زي الباشمهندس سعد لكاي والاستاذ محرم الراغب، ودول برضو ليهم باع طويل في النادي الاهلي، سواء في مجالس الادارات او في قياده النادي كمدير نادي. باشمهندس عدلي كان ليه دور كبير في الصفقات من ساعه ما متواجد في النادي الاهلي، فالحاجات دي كلها مجلس الاداره بصراحه بيكرم الناس، ومش الاثنين دول بس، بيكرم الاثنين دول وفي ناس كتير معاهم، بس ممكن ما يكونوش موجودين، بس كان ليهم دور طبعا في النادي الاهلي. بس زي ما اتفضلتي هي محدوده عشان الظروف القهريه اللي احنا بنمر بيها بالنسبه للكورونا والحاجات دي. انا شايفة تبقى احتفال كبير، والاهلي يستاهل اكتر من كده، والحمد لله احنا ما فيش الا ريال مدريد بس هو اللي سبقنا 26 بطوله قاريه، احنا 23 احنا 23 عندنا برضو افانتاج الفتره الجايه، ان ربنا يكرمنا واللعيبه دي تحقق انجاز كبير. شايف يبقى يوم جميل ان شاء الله على المنظومه كلها ان شاء الله باذن الله. حلو جدا. قبل ما ننتقل بقى للموسم اللي جاي والحالي وغيره، خليني اروح مع حضرتك لفكره اصعب يعني زي ما بيتقال كده المطبات او اصعب المواقف او اصعب الماتشات اللي كانت في مشوارنا للنجمه العشرة اصلا من وجهه نظر حضرتك. وكان في طبعا مباراتين الترجي، مباراتين سان داونز، لان دول عندهم باع كتير
في المشاركات الافريقيه. احنا كنا على اعصابنا، كنا قاعدين على اعصابنا، فرقتين تقال، بس الحمد لله كان عندنا ثقه في ربنا قبل اي شيء، ثم في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده موسيماني. المنظومه كلها كانت مركزه ان احنا نحقق الهدف المرجو منه. اي مشاركه للنادي الاهلي بيخش فيها بيبقى عينه ان هو ياخد البطوله. فالحمد لله قدرنا نتحدى كل صعاب او كل الظروف اللي واجهتنا، من اصابات لعيبه، من حد ايقافات، والحمد لله بقيه المجموعه كله ادى بروح عاليه جدا لحد ما وصلنا للمباراه النهائيه. كله كان متوقع المباراه من مباراه واحده هي الفينال، يعني برده بتبقى صعب جدا جدا نوك اوت، يعني زي الملاكمه اللي بيخلص بيخلص. الاهلي لعب في باحترافيه في المباراه دي بثقه لعيبه وثقه جهازه الفني، وتعامل مع المباراه برؤيه فنيه عاليه جدا، وقدرنا نحقق اللقب. ودي اللي متعودينه من لعيبه النادي الاهلي من المنظومه كلها. فطبعا الحمد لله الحمد لله احنا حققنا البطوله دي، عشان عدد البطولات يزيد النجمه العشرة. وزي ما تفضلت حضرتك احنا بنتمنى تبقى ال 11 وال 12 كل مدى. جميل الاهلي بتبقى تحب البطولات والمنظومه كلها، فانا شايف الفتره الجايه ان شاء الله تكون كويسه للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. خلينا بقى ننتقل للمستقبل دلوقتي والحاضر، وهروح لمنتخب مصر. وكيراش النهارده وصل القاهره وهو جاي، وطبعا بقيه الجهاز الفني الجديد طبعا من فتره بقى لهم بيشتغلوا عشان يجي يشوف الصوره ويدوا له معلومات. في شغل اوريدي بالفعل بيتم، يعني هم لسه بادئين بقى لهم حاجه بسيطه يعني مش كتير. بس عايز اقول لحضرتك ان الشغل ابتدى من ساعه التولي، ففي شغل بيتم اكيد عايزين يعرفوه عن على اللعيبه والمنتخب اكتر. فده شغل محترم، ولكن في جاي بقى مهمه صعبه. فيقال برضو حضرتك تقولي وجهة نظرك ان كيراش مفروض بيفكر ان هو يطلب تأجيل يعني المسابقات المحلية عشان هو عايز يعمل معسكر، ويعني ده الرسم بتاعه أكيد. فهل حضرتك برضو مع او ضد هذا؟ ما انا اقول لحضرتك يعني. اكيد هو مدير فني طبعا. الجهاز الفني الجديد مكون من كابتن دياس سيد، كابتن عصام الحضري، كابتن محمد شوي، وكابتن وائل جمعة مدير كرة، مدير المنتخب يعني. جهاز فني محترم جدا وعندهم خبرات سواء في اللعب او في المشاركات مع الناس اللي اشتغلوا معاها. كابتن دياء عنده خبره كبيره وكان شغال مع برادلي، دي هتدي برضو ارتياحيه للمدرب الاجنبي، ملم باللعيبه كلها المصريين، بيتفرج على الماتشات، كان بيدرب برضو، وكل الفرق اللي بيلعب قصادها بيبقى ملم باللعيبه كلها. وهيبقى برضو في راحه للمدرب ان معاه جهاز فني هيبقى متعاون معاه كويس جدا جدا وهيريحه. حته الاختيارات دي بتاعته هو، لان هو ليه استراتيجيه معينه، ممكن يلعب بطريقه غير اللي كان بيلعب بيها الكابتن حسام البدري طبعا. وعنده رؤيه فنيه غير الكابتن حسام. كل مدير فني بيبقى ليه رؤيه فنيه وليه استراتيجيه في العمل مع اي منتخب او اي نادي. فطبعا احنا نسهل له كل المهام، نريحه عشان هو ينتج بقى ويشتغل على الارض، لان احنا عندنا المهمه صعبه جدا. صعبه في ايه؟ التعادل برده قلقنا شويه بعد فوز ليبيا بمباراتين. فريق الليبي، منتخب الليبي ليه كل احترام والتقدير، بس مش زينا احنا كتاريخ وكعلى الارض كامكانيات. عندنا لعيبه محترفين وعندنا امكانيات عاليه جدا. فالمدرب داخل على المباراتين دول اللي هم بتوع ليبيا في الذهاب والاياب، ربنا يكرمه ان شاء الله. لو ربحنا في المباراتين هتدي ارتياحيه وهيكمل كويس. حته التاجيلات حضرتك دي بتبقى بتاعت اتحاد الكوره، سواء عايز ياجل ياخر دوري، ياخر كاس مصر، يلغي حاجه معينه، دي ما اقدرش اتدخل فيها لان دي حاجات تخص الاتحاد. انا مش بقول لحضرتك من حق ولا لا، انا بقول لحضرتك شايف طلبه ده ازاي. بقول لك وجهه علشان نظره، علشان هو عايز يعني اكيد المعسكر في الاول وفي الاخر هو عايز يبقى فيه انتماء يلم اللعيبه بالظبط. فبرضه ده صح لو احنا هنفكر ده الطبيعي، ده الطبيعي. فوجهه نظر حضرتك ايه؟ كويس، ده الطبيعي ان يلم لعيبته ويعمل معسكرات ويركز، لان دي الغلطه اللي وقع فيها كابتن حسام البدري. الناس كانت بتيجي تلعب على الماتشات، ما كانش عنده ما عندوش فترات كبيره، يبقى في فترات ان انا اللعيبه تبقى تحت عينيا، تدريبات عايز احفظهم جمل، عايز طريقه تكتيك معين، فكل دي بتفرق معايا. بس حته التاجيلات اكيد اتحاد الكوره هيحاول على قد ما يقدر ان هو يوفر له المناخ الجيد والتوقيت المناسب اللي هو يشتغل فيه عشان يبقى عنده رؤيه كويسه وعنده مساحه. حته التاجيلات دي بتاعت زي ما قلت لحضرتك وجهه نظر، انا ممكن اقول لك المفروض ياجل له عشان الماتشين اللي جايين مهمين جدا جدا بتوع المنتخب، لان دول هيخلونا نكمل، لان الماتشات اللي جايه بتبقى صعبه، مش عايزين نتحط يبقى في ستريس علينا،
وضغوطات ان انت يبقى في حد متصدر واحنا بعيد تلعب المباراه وانت قلقان. لما لو كسبنا المباراتين باذن الله بتوع المنتخب الليبي هيبقى ادونا ارتياحيه احنا نتصدر. ايوه لان عندك مباراتين، مباراه في ليبيا ومباراه في القاهره. فانا شايف ان هيبقى في تعاون جيد جدا للمدير الفني لان ده منتخب مصر، بعدين احنا عايزين نحافظ على المنافسه ان احنا ده كاس عالم، فلازم احنا نوفر كل حاجه. والتوفيق طبعا قبل اي شيء بتاع ربنا، نتمنى لهم التوفيق. اكيد التوفيق طبعا بتاع ربنا، واعتقد او كلنا مؤمنين ان هم هيبذلوا افضل ما عندهم، ولكن لسه التهكنات بيقول لك طب كيراش هيلعب ازاي، طب حسام البدري كابتن حسام البدري كان بيلعب بشكل دفاعي، هل هو هيجي يغير ده لان ده كان غير مرغوب فيه تماما، وبتكلم دلوقتي في المجموعه بتاعتنا، يعني برضو كل ده جماهير جماهير من حقها تسال. الامور الفنيه دي اول حاجه بتبقى دي اهم نقاط، الامور الفنيه رقم واحد، طبعا الاختيارات الحاجات دي كلها، بس الرؤيه الفنيه والامور الفنيه والتكتيك والحاجات دي بتاعت المدير الفني. اكيد هيبقى ليه طريقه لعب معينه، اكيد هيبقى ليه سيستم لعب معين، بس في نقطه برضو لازم تبقى واضحه للناس كلها، هو مش هيجي يعمل حاجه تكون اوفر على اللعيبه او اللعيبه ممكن ما تطبقهاش، فيشوف الطريقه او الفتره المناسبه لقدرات لعيبه منتخب مصر. يعني ما يجيش عايز يعمل حاجه معينه وهم مش متعودين عليها، ده عايز مساحه زي ما قلت لحضرتك في الاول، ايه ان هو يحفظهم ويشتغلوا معاه فتره كبيره عشان يقدر ينقل الرؤيه بتاعته للعيبه. فدي اكيد هيبقى ليه سيستم معين وليه طريقه لعب هتبان اول ما يستلم المنتخب ان شاء الله، هتبان شغله والبصمه بتاعته هتبان مع المنتخب اول ما يستلم ان شاء الله شغل. طيب. باذن الله. خليني برضو اروح مع حضرتك ونتكلم اكتر كده، يعني اللعيبه نفسهم، اللعيبه عندي الى حد ما يعني البعض منهم في التالق اللي انا اعرفه عنه بقالي كتير، والبعض الاخر لا، هل ده راجع للاستعدادات يعني الخطا اللي كان مع الجهاز الفني في البدايه، ولا ده راجع للعيبه الظروف مختلفه بقى يعني من ضغط من غيره، لان هم معظمهم من اهلي وزمالك يعني. عشان انت تلخص كلام حضرتك، يعني في تذبذب في المستوى، يعني في ناس ما كانتش ظاهره بالصوره اللي انت متوقعها منهم او اللي انت لا عارفاها عنهم. لعيبه المنتخب زي ما قلت لحضرتك المعسكرات بتفرق معاهم، اللعيبه لما يكونوا متواجدين اكتر فتره مع المدير الفني مع الجهاز الفني تدي ارتياحيه للمدرب. في لعيبه مثلا الكابتن كان محطوط تحت ضغط برضو حته الباك رايت، جاب احمد توفيق من كان بيصيف وجي لعب ناحيه اليمين. في ساعات اللعيبه اللي موجوده ما كانتش متهيئه ان هي هتلعب، في ناس كان المفروض هي تبدا ما بداتش، كانت بعيد بالظبط، حصل شويه بالزبط. دروب شويه في المستوى برضو، انت ممكن تتركي لصلاح. صلاح رقم واحد احنا بنقول يعني نقول ايه نعتمد عليه اكتر واحد في المنتخب كاسم وفي الملعب بيدي برضو افانتاج ويدي باور للعيبه، ان الحجم الكبير ده ثالث لاعب على مستوى العالم ان يكون اضافه كبيره لان الماتش ده في اوله اول ما بداوا الراجل منزل له واحد بيضرب فيه ضربه ضربتين ثلاثه في الكاحل، صحيح صلاح وقف، صحيح. لازم هنا يكون في حاجات تكتيكيه في الملعب يبعد عنه يخش جوه في تحركات، بس هي اليوم ده ما كانش بتاع منتخب مصر لولا العنايه الالهيه زي ما بيقولوا ربنا كرمنا بجون مصطفى محمد كانت الامور هتروح للأسوأ. ايوه فبرضه عشان الحمد لله الناس بتشتغل والكابتن حسام يشتغل عمل عليه واللعيبه ربنا كرمنا بالجون ده بالتعادل. حته المستوى الفتره الجايه الناس كلها هتجتهد وهيبقى في فتره كبيره زي ما قلت لحضرتك دي بتدي حاجه كويسه للمدرب وللعيبه، معسكر كويس اقل حاجه مثلا اسبوع 10 ايام الشغل هيبان. نامل ده كابتن صديق يحصل ان شاء الله ونشوف فعلا نتائج مختلفه ولعب مختلف، واكيد ويقف على مستوى كل واحد اكيد عشان مين اللي يشارك يبقى ليه حقيه يلعب، مين اللي مجهد ما يلعبش، مين اللي بعيد عن الفورمه، دي بتاعه المدير الفني. انا هستاذن حضرتك بس هنروح دلوقتي للنادي الاهلي فرع الجزيره وتحديدا التتش، وهتكون معانا هناك لقاء مع زميلتنا سالة حامد والاستاذ خالد مرسي مدير مقر اهلي الجزيره، ونعرف برضو منها الاستعدادات ومن استاذ خالد استعدادات برضو الحفل النهارده والكواليس. خلينا نعرف منك يا سالة. سالة بنرحب بيكي مره تانية.
من جديد طبعا برحب بيكي زميلتي نهاوند، واكيد ضيفك الكابتن صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا نهاوند زي ما انت قلتي هنكون دلوقتي معاكي من يعني بالاخص يعني من ملعب مختار اللاتيتش، واخر الاستعدادات والتجهيزات للاحتفاليه النهارده تدشين النجمه العاشره طبعا على تيشرت النادي الاهلي. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات يعني لقاء مهم اكيد مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. استاذ خالد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني طبعا في البدايه صباح لحضرتك. صباح الخير. اهلا بيكي وصباح الخير عليكي، وصباح الخير على جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي واعضاء وجماهير النادي الاهلي. صباح الخير للاستاذ نهاوند، صباح الخير للكابتن صديق طبعا، وبصبح عليك يا كابتن صديق. استاذ خالد طبعا الاحتفاليه النهارده تدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي احتفاليه يعني مهمه جدا، طبعا حدث مهم جدا تدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. يعني يمكن شايفين الاستعدادات يمكن بدات من امبارح من الساعه 8 لحد النهارده، ولسه يعني الفريق العمل كله شغال على التجهيزات. يعني طبعا حضرتك تكلمنا عن التجهيزات بالتفاصيل اكتر وبشكل اكبر، وتقول لنا يعني ايه اللي هيتم ان شاء الله من دلوقتي لحد موعد الاحتفال. طبعا في البداية أنا أحب بس أبارك للنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه للحدث الكبير بمناسبة طبعا حصولنا على العشرة كأس أفريقيا اللي جاية متوالية بعد التاسعة على طول، وده حدث طبعا فريد من نوعه، والحقيقة ما كانش فيه وقت الفترة اللي فاتت بتوالي المباريات والأحداث الرياضية الهامة لينا إن احنا نقيم الحفل ده طبعا. فالحقيقة كان في تصميم وإصرار من مجلس إدارة النادي الموقر بقيادة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية الحقيقة ان لازم ينعقد احتفال كبير واحتفاليه كبرى لتكريم فرقه الكوره وبعض اعضاء النادي والشخصيات المهمه. الحقيقه تكريمها النهارده هيتم بشكل لائق ان شاء الله. فالحقيقه احنا مش من النهارده سلا، احنا شغالين يمكن اكتر من شهر. الحقيقه احنا كوننا لجنه لإدارة الملف ده بقيادة الدكتور سعد شلبي اللي أنا بشكره جدا الحقيقة على المجهود الكبير جدا اللي اتقام في الفترة اللي فاتت دي. اللجنة دي الحقيقة كانت شبه منعقدة بصفة مستمرة ومتوالية، شبه يوميا احنا بنجتمع جميع إدارات النادي المعنية الخاصة بالاحتفالية دي، كل الإدارات إذا كانت الأمن أو الخدمات أو العلاقات العامة أو حتى الإدارة المالية والمشتريات، الحقيقة كل الإدارات اللي جوه النادي، علشان في الآخر الحقيقة يطلع الحدث بالشكل إن شاء الله اللي هيليق بالنادي الأهلي وبالبطولة الهامة جدا 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 اللي احنا الحمد لله الحمد لله متعودين عليها. فمش بس من امبارح زي ما قلت لحضرتك، احنا مجتمعين بصفه مستمره، احنا ما روحناش من امبارح كلنا بيتين هنا يعني عشان يبقى الاستعداد على اتم استعداد واتم شكل الحقيقه يليق بالحدث ده. لو هنتكلم بالتفصيل احنا طبعا في مسرح كبير بيتعمل في استاد التتش، وطبعا تصميم على استاد التتش لان ده هو استاد الكوره، استاد الحدث المهم اللي احنا فيه النهارده. التنسيق الامني على اعلى مستوى خارجيا وداخليا، في تنسيق كامل مع الجهات الامنيه الحقيقه الخارجيه اللي بنشكرها جميعا بالمساعدات الحقيقه والتسهيلات الواضحه جدا لينا الحقيقه، ما فيش اي معوقات قابلتنا. الامنيا النادي طبعا كامن اداري عندنا الحقيقه، وانا بشكر الحقيقه العميد علاء صلاح الدين بالحقيقه ان هو ما بينامش برضه خالص الحقيقه، واحنا موفرين كمان اماكن باركينج للساده الرواد النهارده اللي هيجوا لنا ومترددين على الاحتفاليه واعضاء النادي عامه بصفه عامه. دار الاوبرا الحقيقه انا بشكرها جدا، تعاونت معانا اخذنا ساحه الاوبرا لاعضاء النادي النهارده، اخذنا الباركينج بتاع المحافظه برضو اخذناه. ففي الحقيقه تسهيلات جامده جدا بالنسبه لاماكن الدخول والخروج لمكان الاحتفاليه، في تنظيم كامل بين العلاقات العامه واللجان والامن الاداري للنادي، الناس هتخش منين وهتطلع منين بيسر وبسهوله ان شاء الله، مش هيلاقوا اي معوقات ان شاء الله عشان الحدث يطلع بالشكل اللائق. خدميا وعلاقات عامة لجلوس الأماكن المحددة بالاسم، هي في مين هيقعد فين، وكل ده واضح ومرتب الحقيقة بقالنا أكتر من شهر زي ما بقول لحضرتك احنا بنجتمع بصفة مستمرة. برضو في إدارة مش لازم انساها، العلاقات العامة بشكر فيها طبعا الأستاذة ريم الحقيقة اللي عاملة مجهود الحقيقة فوق الخيال الحقيقة ما بتنامش، بشكرها جدا. عندي برضو إدارة السلامة والصحة المهنية، دي إدارة مهمة جدا عندنا اللي هي عشان أجهزة الإطفاء، واللي قدر الله إن شاء الله مش هيحصل حاجة، بس احنا مأمنين المكان ومأمنين النادي عامة بصفة مستمرة يعني، بس النهاردة بيبقى التركيز شوية في مكان الحفل، فإن شاء الله الحفل على الساعة 8 بالليل ان شاء الله هيبقى في مفاجآت كبيره وساره جدا وجميله جدا لاعضاء وجماهير النادي، ان شاء الله هيفوجئوا بيها وهتبقى في منتهى السعاده ان شاء الله لكل الاعضاء.
ميرسي جدا استاذ خالد، وطبعا ببارك لحضرتك مره ثانيه. ميرسي جدا، اهلا بيكم، صباح الخير عليكم. صباح الخير كده. طبعا يا نهاوند، كان لقائنا مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، وطبعا اتكلمنا عن اخر الاستعدادات والتجهيزات للاحتفاليه النهارده، تدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، نتكلم ليكي طبعا يا نهاوند، تفضلي. نشكرك جدا يا سالة على هذه التغطيه، ويعني الرؤيه اللي انت اديتيها لنا انت والاستاذ خالد على النهارده ان شاء الله الاحتفاليه. شكرا ليكم جدا. رح بحضراتكم وخلاص، ده الفصل الاخير كابتن صديق، وعندي بقى ملف الاهلي عايز اتكلم مع حضرتك فيه. انا بس هسالك وهسيب لحضرتك بقى كل يعني الوقت علشان تجاوبنا. فعل فكره هنا المباراه الوديه بالامس، وبرده رؤيتك لهذا الامر ازاي، واللي جاي بقى واحنا عندنا ماتشات محليه، يعني خليني اعرف من حضرتك، ولو ممكن نتكلم سريعا برده عن الصفقات الاخيره. اتفضل. اكيد، هو الاهلي كان بيلعب امبارح مع بتروجيت، طبعا بدايه الموسم الجديد بالظبط، بيتحضر عنده مباراتين مهمين جدا، مباراه اللي هي السوبر مع طلائع الجيش، وعنده مباراه مع انبي في كاس مصر. فهم عاملين معسكر، كان اول بدايه ماتش امبارح مع بتروجيت وقف على بعض اللعيبه، كان عايز يشوف حاجه معينه. محمد محمود لعب امبارح تالق، كان كويس جدا. صحيح. حسام حسن، كريم فؤاد، عمار حمدي، اسماء لسه يعني جديده وحلوه. لا، كان فيه في الاعاره وبالظبط احمد عبد القادر وشبابه، احمد عبد القادر العربي بدر امبارح ظهر بمظهر كويس جدا جدا. صح. عمار حمدي، وانا شفت محمد محمود عمل مباراه كويسه جدا، واطمنا لانه اول حاجه بعد الاصابه وقعد فتره كبيره مصاب، فهو المدرب ليه رؤيه في المباراه الوديه. صحيح. بعيد عن نتيجتها، بعيد عن اي حاجه تانية، هو في حاجات معينه عايز يقف عليها. بالزبط. عشان تقييم اللاعبين بالذات اللي جايين من الاعاره والناس اللي جايه منضمه، ياخدوا يعني ايه مشاركه مع الفرقه. صح. في ماتش تاني ان شاء الله مع المقاولين العرب، برضه مباراه وديه قبل ماتش الجيش وقبل ماتش انبي. المعسكر انا شايف اللي هو بتاع هيبقى في اسكندريه، معسكر صغير مش كبير يعني، عشان يخشوا على المباراتين جاهزين. امبارح لعيبه المنتخب المدرب ريحهم تمرين خفيف، ولعيبه معينه تانية برضه ارتاحت، وركز على دول اللي هم الصفقات طبعا اللي جايه والاعارات، وشارك الشوط الثاني بعدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي الشباب. طبعا. برضو ظهروا مستوى طيب. المباراه في حد ذاتها هو استفاد منها، امبارح كان بيدير مباراه من المدرجات، كان بيصور لقطات معينه، عشان هو في تقييم للمدير الفني مستر موسيماني غير اي حد. انا شايف الفتره اللي جايه هيبقى في اكتر من عنصر هيخش اضافه للنادي الاهلي، اللعيبه برضو اللي هم الاجانب اللي هم جم، اسمه ماكسيوني او بيرستاو، ده دول لعيبه كويسه جدا وهيبقوا اضافه لفرقه النادي الاهلي، بس ان شاء الله ما يندمجوا مع الفرقه. في واحد كان في اصابه جات له كده مفاجاه، ان شاء الله يخش يبقى فورمه بعد كده. ما اعلنش النادي الاهلي بشكل رسمي يعني، بس لا حاجه بسيطه يعني، حاجه بسيطه جدا. انا شايف ان الاستعداد، احنا لسه مش يعني المعلومه. طيب، على كل حال هي مش اكيد طالما النادي ما اعلنهاش، وحاجه بسيطه، اصل اي حد ممكن واحد في التمرين وهو بيعمل احماء بيتصاب. حاجه بسيطه ان شاء الله ان مش فيش اصابات يعني، ونبدا الموسم كده بارتياحيه بالنسبه للمدرب. بالنسبه للفتره اللي جايه انا شايف ان في اكتر من لاعب، يعني عبد القادر متوقع له انه يخش بقوه، عمار امبارح يعني الناس راضيه عنه جدا في اللي جوه في الجهاز الفني. صحيح. حتى في الاعلام عمل شوط رائع، يعني اشتغل في نص الملعب، عمل حاجات كمان هو في الحاجات الهجوميه مميز جدا، عمل حاجات دفاعيه امبارح تحسب له، يعني كل الناس كانت مبسوطه منه امبارح. نفس الكلام احمد اسمه عبد القادر اللي جاي من سموحه عرى، ده عنده امكانيات عاليه جدا، هيبقى اضافه حسام حسن لاعب سموحه، راس حرب برضه مميز وهيدي قوه واضافه للمهاجمين النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله باذن الله الفتره الجايه تبقى كويسه، بدايه من المباراتين اللي جايين ان شاء الله باذن الله يا كابتن صديق. والنهارده بقى نفرح كلنا، النهارده احتفاليه جميله، وكل الاهلاويه باذن الله يعني ده عيد بالنسبه لنا، والعشره باذن الله تبقى حاجه مشرفه. نورتنا يا كابتن، شكرا لحضرتك جدا، نشوفك بالليل باذن الله. بشكر حضراتكم على متابعتنا، بكره حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.